خير يا جماعه؟ مين اللي مقدم البلاغ؟ يا نهار اسود، ايه اللي انت عامله ده؟ لا كله انا بدلت اخويا. خلاص بقى يا سالي. خلاص ايه؟ انت عارف المراوح لو اخويا عارف هيوديه في 60 داهيه. ليه بيشتغل ايه؟ دكتور. طب على نفسه. يا جماعه عايزين نخلص بقى، يلا روحوا انتوا، انا مش جايه معاكم. ماشي خليكي، احسن احسن. يلا يلا يا اخويا قدام. دكتور ايه القلاصه اللي انت فيها دي؟ ما تزق شويه، انت صدقت انك ظابط؟ زق. سلام. ايوه انا عارف، عارف انه ما كانش قصدك. اتفضل روح ازرق. يا ابن المريح البس لك ايه طيب؟ ايش جنان؟ ها مالين الرقم؟ اتنين 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 اتنين؟ يعني قول اربعه. انت هتجمعهم اربع اتنينات 060. حاضر، اربع اتنينات 060. هتقول له ايه؟ فرصتي جت، سيبيني لو سمحتي. رد يا جبان. الو ايه؟ مشغوله. مشغول؟ طب جرب تاني. حد دلوقتي؟ اه. طيب كام الرقم؟ 42060. برضك كل ده مشغول، هات اجرب انا. بيرن بيرن. الو الو، ادهم الشاذلي؟ ايوه. معاك النقيب رشدي اباظه. انا رشدي اباظه يا ادهم. ايوه يا رشدي يا ابني، أنا كنت مستني مكالمتك دي عشان أعتذر لك عن اللي عملته معاك. رشدي، أنا بنتي ملهاش أي ذنب، إحنا أصحاب شركات زي بعض وممكن نفض الخلاف اللي بيننا ده. يا بنتي بنتي. طب أموتها الأول، أموتها. اسمع يا بنتي، أنا لو بنتي جرى لها حاجة مش هرحمك. بنتك كويسة والمصحف. طب انا عاوز اكلمها. حاضر ثانيه واحده، بابا عايزك. انت مجنون، مش هينفع تكلمها دلوقتي، انا مكتفها. طب انت طلباتك ايه عشان تسيب بنتي في حالها؟ عايز فلوس. عاوز كام؟ اقول له كام؟ قول له مليون جنيه. كتير قوي ده. انت مالك؟ عايز مليون جنيه. مل ايه؟ مستحيل. انا والله قلت لها كده. انت عارفين مجنون، حرام عليك شلت الراجل. ايه قفل في وشك ولا الخط قطع؟ لا والله قفل في وشي. انا بتهيألي نسيبه يهدى شويه ونرجع بعد كده نكلمه، واخده بالك؟ هو يعني يكون هدي اعصابه شويه والخنفسه دي تكون روحت. يا حظ ظابط، انا كنت فاهم انه هيطلب الف الف ونص، انما مليون. وما قالكش هياخد الفلوس ازاي؟ فلوس ايه اللي هياخدها؟ ومين اساسا اللي هيدفع له؟ شوف يا حظامت، انا معتمد على مجهوداتكم انتوا. انا عاوز بنتي ترجع لي وما ادفعش اكتر من 1750. ايه؟ طب اطمن خالص، احنا بنعمل تحقيقاتنا دلوقتي واكيد هنوصل لحل، بس اول ما يتصل بيك لازم تكلمنا فورا. ربنا يوفقكم، انا عارف ان انتوا هترجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. مع السلامه. ان شاء الله ان شاء الله هيرجعوا لي بنتي من غير ولا مليم. انت صحيح هتسيب ملك هانم كده يا ادهم بيه؟ هسيبها ازاي يا جدع انت؟ الله. ما انت كنت نايم. هو انا مش لسه مبالغ البوليس قدامك؟ وافرض ان البوليس ما قدرش يعمل حاجه. ايه ده؟ ممكن؟ طبعا ممكن، خصوصا ان الولد ده مش مسجل، يعني مالوش سكه. طب وبعدين؟ انا عاوز سعادتك تكون جاهز انك تدفع الفلوس. انت اتجننت يا لطفي؟ ادفع ايه؟ ده عاوز مليون جنيه. يا ريت تلغي عقدك وتمشي انت راخي علشان خاطر بنتك. وانا بلاقي فلوسي في الارض يا لطفي؟ انا لما يصحب تخلوها الروح يا ناس. ولو عمل فيها حاجه هدفع، وانا مش ممكن اسيبه يأذيها ابدا يا لطفي. طب جرب كده كلمه على الموبايل وجر معاه ناعم واعتذر له تاني. اكلمه على الموبايل
يا سلام بالسهل اكلمه على الموبايل. هو الموبايل ده مش بفلوس يا لطفي، دي بنتك. انا عارف انها بنتي، لو كنت مأمن عليها كنت سبتها له. ايه ده؟ ابوكي بيديني مسج كول، ايه الوطيانه دي؟ انت ايه اللي خلاك تفتح تليفونك؟ اقفله بسرعه. حاضر حاضر، يلا لف عشان نكلمه تاني. يلا يا ابني يا ابني، اقلع البدله دي بقى هتتمسك بيها. ليه هما بيقفشوا في الضباط اليومين دول ولا ايه؟ خليكي في حالك يا راشا. راشا دي غلبه قوي. الو الو، يا ادهم بيه، فكرت؟ ايوه يا ابني فكرت، بس كنت عاوز اقول لسعادتك حاجه. يعني المليون جنيه دول ممكن يعني ادفعهم بالتقسيط على كذا شيك؟ يعني اقسط ايه بس يا ادهم بيه؟ هو انا ببيع لك فيسبا؟ ما يا ابني المليون جنيه دول ما اقدرش ادفعهم على طول، كتير. والله ولا كتير ولا حاجه. بص انا من الاخر مديك احلى سعر، واسال بره يا ابني. الكلام اخد وعطى، وانا ان شاء الله هبقى زبونك مش هسيبك. عاوزك تعمل معايا واجب. بقولك ايه يا ادم بيه، انا مش عايز فصال، انا من الاخر هم المليون ويبقوا مقفولين كمان. وانا مش موافق، انت اكيد مجنون. ايه ابوكي بيموت في قفل السكه الدرجه دي؟ ابويا بياني جايز ما اقتنعش بيا كخطاف. انا السبب، انا السبب. انت السبب ليه؟ هو انت اللي خليت ابويا بخيل؟ This is my dad. Yes, yes. انت خريجة ايه؟ Business Administration, AUC. دي اللي في الزقازيق صح؟ بقولك ايه؟ هو انت ليه عايز تنجس البيت؟ اسمها انكس البيت، يعني اصلحه. اللي اذا كان جمعة بقى عنده حق. مين جمعة؟ ده يوم من ايام الاسبوع. ده واحد صاحبي من شلة الجامعة. انت عارف ان انا الوحيد اللي في شلة الجامعة اللي عملت مشروع مخصوص لنفسي؟ قلت اعتمد على نفسي واتعب كتير واكسب كتير. بتكسب كتير؟ لا بتعب بس. الاكتئاب قرب والاسهم كلها في الطالع. هو ده وقته يا ملك؟ بدلتي انا لقيتها مش فكره تبدليها. برافو عليك. ايه ده؟ هي البدله دي عندها تبول لا ارادي ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ ابويا شكله كده ولا مش هيدفع حاجه يا ملك؟ قلت لك مش هيدفع. لا هيدفع، هيدفع يا ملك، وهتعملي العمليه ان شاء الله، وهتمشي على رجلك وتعملي كل اللي نفسك فيه. ازاي؟ ابوكي لازم يتاكد ان انت في خطر بجد وحقيقي، ولازم يشوف ده بعينه كمان. مش هنقعد نقضيها تليفونات ورغي طول النهار، وبعدين كل مره بيقفل السكه في وشي. طب وبعدين هنعمل ايه؟ ابوكي عنده بريد الكتروني. ايه؟ ايميلز يعني، عنده ايميلز. طبعا. انا هخلي ابوكي يدفع الفلوس زي الجزمه. قلت لك ما تشتمش. انا اقصد جزمه غاليه يعني. سالي خدي التابلوب اللي في ايدها ده بالكاميرا ودخليه جوه. وانا كمان هقوم اجهز. يا عسل. انا رشدي سرحان باظ، احدثك من الساحل الشمالي الافغاني، وقد قمت بواحد 41 عمليه ارهابيه في جميع الدول الاجنبيه المنوفيه منها والغربيه. احذرك أحذرك يا أدهم يا شاذ بأنه لن تنعم أمريكا، لا لا لن تنعم أنت بيوم واحد. أدفع المليون تعاطفك واحد مو كفاية، وإن لم تدفع لسوف أقتلك وأقتل بنتك ثم أقتل كريم السكرتيرة. عليكم اللعنة جميعا. وعلى فكرة انا بقى لا بيهمني بوليس ولا حركات، ها ولا حركات البلدي دي. ودلوقتي قولي رشدي أباظة. طعي رشدي أباظة، مش هتقدر تغمض عينيك. فاصل ونعود. الواد ده خلاص اتنفخ، اتنفخ رسمي، ده بقى بتاعنا احنا دلوقتي. الواد ده لازم يروح جوانتانامو. اما الفكرة اللي عملها رشدي بمليون جنيه كده اكيد ابوكي هيدفع. برافو عليك. سالي اديني بقى نص قرص النوم اللي معاك. لا خليه ربع ربع، يوصلني بس لحد السرير. لا 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 بلاش بلاش، انت ما تقدرش عليه. ربع هو ربع والله. ما تخافيش انا نحست خلاص. عايز اقولك ان شكلك بجد رهيب رهيب. احسن حاجه عملتيها انك خليتي منظرك زباله كده، عشان ابوكي صدق فعلا ان انت مخطوفه. برافو عليك يا ملك. خلي بالك بقى من نفسك. اقولك نحست. يلا تصبح على خير. على فكره انا خدت البدله معايا، ها هنشوف.